بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا وسهلا وجمعة مباركة. حييكم اخوكم عادل احمد عوض السري. اليوم نكلمكم طبعا. اول شيء احنا من منظمة نادي اليمني الكندي، وهي منظمة خيرية نون بروفيت، وايضا منظمة يمن كرايسيس، والذي هي منظمة توعوية لما يحصل اليمن بعيد عن السياسة. اليوم معنا خبر رائع رائع جدا الحمد لله. قبل ما أقول لكم الخبر، اليوم بنتكلم على موضوع العريضة. العريضة كما تعرفون اللي تقدمت للبرلمان الكندي، والذي تطالب في مساعدة اليمنيين في أنهم يعملون لهم اكزامشن، بحيث أنهم لما يقدمون لجوء من خارج كندا ما فيش داعي يقدموا عبر المفوضية المتحدة للاجئين، ولكن يعني يجيبوا لنا فرصة أو مدة معينة زي ما جابوا الأخوان السوريين والعراقيين، بحيث انه اليمنيين يقدموا لجوء. اول شيء شرط انه يكونوا خارج اليمن. ثاني شيء انهم يكونوا في 5 اشخاص يكفلوهم، او منظمه خيريه هنا او كنائسيه او شيء زي كذا. فاحنا كان طلبنا من البرلمان انهم يجيبوا لنا الفتره بسيطه زي ما جابوها الاخوان السوريين والعراقيين. والعريضه هذه احنا نشتغل عليها من 2017، نزلناها في تشينج اورج ووصلنا لحد 40,000 توقيع، ولكن بلا فائده لانه العدد قليل جدا. ونزلناها على البرلمان قبل الانتخابات، والحمد لله حصلنا على صوت كويسه، ولكنه مع الانتخابات التغت العريضه، والان نزلناها من جديد بمساعده النائبه اللي هي اقرا خالد، ونزلت العريضه وحصلنا على 682 توقيع. وهذا التوقيعات من ألبرتا 109 شخص، من بريتش كولومبيا 43، من مانيتوبا 85، من نيوفلندا 3، من نوفا سكوشيا 33، من أونتاريو 306، من كيبك 78، من ساسكاتشوان 5 أشخاص. فالحمد لله هذه اليوم كان آخر يوم للتصويت، اللي هو تاريخ 16 جولاي، عفوا أمس كان آخر يوم للتصويت زي ما بتشوفوا هنا، والحمد لله تعدينا. والخبر الحلو جدا، اللهم لك الحمد والشكر، وصلني قبل قليل، يعني أنا ما وقفت أن أنا ما أعرض عليكم الخبر. قبل قليل وصل لي رسالة من الهاوس اوف كومن، اللي هو المجلس البرلمان، وزي ما بيقول هنا مكتوب this to inform you that the petition، هذا نخبركم ان العريضة E2442 الذي قدمتها لموقع العرائض في البرلمان الكندي has been certified for presentation to the house، تم الموافقة عليها ليتم عرضها في المجلس. وهذا خبر جميل جميل جدا، اللهم لك الحمد والشكر. هو طبعا العادة القانونية اللي كان المفروض انه يتم توقيعات من قبل الموجودين في كندا و500، والحمد لله حصلنا على اكثر من 500، اللي 682 صوت، والحمد لله الان تم السيرتيفيكيشن عليها، الموافقة عليها انها تنعرض في جلسة من جلسات البرلمان عبر النائبة اقرا. الان اخواننا الاعزاء نود دعمكم ان انتم تحاولوا تكلموا النواب واعضاء البرلمان اللي في مناطقكم عن هذا العريضه، وتعمل لهم اديوكيشن عن هذا العريضه، وعلى اساس انها لما يتم عرضها في البرلمان او مناقشتها في البرلمان يكون في معانا، نحصد على اصوات كثيره من اعضاء البرلمان على اساس يتم الموافقه على هذه العريضه. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر على هذا الانجاز، ونشكر كل من ساهم ودعم من الاخوان السوريين والعراقيين والاخوان اليمنيين والاخوان الفلسطينيين، كلهم اللي دعموا في نشر هذا العريضه ومساهمتها، والاخوان الفلسطينيين ايضا لا ننساهم ونشروا هذا العريضه، والاخوان المصريين يعني كلهم صراحه، الجاليه العربيه كلها ساعدتنا، وايضا ايضا الجاليه الباكستانيه والجاليه الهنديه، كلهم يعني ناس كثير. صح ان احنا ما حصلنا عدد كبير للعريضه، ولكنه هذا كان على اساس موضوع الكورونا ما كورونا، بس الحمد لله جبنا العدد المطلوب. الان نطلب من الجميع انهم يساهموا في يعني الجلوس مع اعضاء البرلمان تبع منطقتهم واخبارهم عن هذا العريضه، على اساس لما يتم مناقشتها في البرلمان نحصد اكبر عدد ممكن من اصوات اعضاء البرلمان على الموافقه على هذا العريضه. وشكرا جزيلا، شكرا شكرا جزيلا لكل من ساهم، وشكرا جزيلا للمتطوعين مع النادي اليمني الكندي الذي تطوعوا من دون اي مقابل. ونبلغ الناس اليمنيين الثانيين والاخوان الثانيين انه التطوع هو عمل خيري لوجه الله سبحانه وتعالى، وهو عمل خيري لمساعده او المساهمه في المجتمع الكندي. وزي ما بتشوفوا هذا موقعنا اللي هو النادي اليمني الكندي. نشكر المتطوع الاخ خالد الذي تم ساهم في تطوير الموقع هذا والمتطوعين، وايضا هذا موقعنا اللي هو يمن كرايسيس، بيتكلم عن
المأساة في اليمن بدون اللجوء إلى السياسة. شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا جميعا. ولا تنسوا تنشروا الفيديو هذا على أساس أن احنا نحصل أكبر عدد ممكن من الناس المتواجدين في كندا، بحيث أنهم يجلسوا مع أعضاء البرلمان تبعهم ويعملوا لهم education أو يكلموهم عن الموضوع العريضة هذه. شكرا جزيلا شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.